النهضه ديالي في الاعمال الرمضانيه يا اخي عمل شويه ناقصه بزاف، ماشي شويه ناقصه بزاف. علاش نقول لك خويا؟ لان في هذا رمضان في هذا الشهر المبارك الناس كيضلوا صايمين، كيبغيو يشوفوا واحد كيبغيو يشوفوا واحد البرنامج او واحد الحلقه اللي غترفع عليهم شويه وغتبدل لهم داك الروتين ديالهم. راه كيجوني حامضين بزاف جيك الصراحه، لان نقولها بوجه مكشوف، لان كنقول لك بحال مقارنه مع الاعمال ديال المصريين بحال بدون ذكر الاسم بحال الفنان رامز، راه كلشي كيعرفوا. مقارنه كاين اختلاف كبير ما بين هاد الناس هادو، لان كيخسروا الاموال الطائره، اموال ملايير كيخسروا، لان من نفقات من الاموال ديال الشعب وامنوا ديال الدوله كيخسروا في كيجوني حامضين يحاولوا يبدلوا هذا المستوى ديالهم ويطلعوا شويه يديروا واحد المستوى اللي شويه يكون مستوى سينمائي ولا مستوى ديال كاميرا خفيه تكون شويه طالعه. انا ورا الفطور اش نقول لك، قليل كنشوف التلفازه كنتفرج في برامج بحال اش نقول لك، بحال كنشوف بعض المرة اخبار في العربيه ولا كنتفرج في ناسيونال جيوغرافيك، كنشوف برامج وثائقيه ولا كنشوف شي حاجه، ولا كندخل الواتساب كنتكونيكت مع الاصدقاء ديالي شنو كنشوف. اما الكاميرا الخفيه ديال هاد رمضان كنشوفها الصراحه ما كنكملهاش، ما كنتفرجش فيها، كيجوني مستوى ضعيف بزاف بزاف. ويحاولوا يبدلوا هذه رساله هذه لهاد الناس اللي كانوا كيتفرجوا فينا، لهاد المخرجين وهاد الممثلين وهاد الفكاهيين، يحاولوا يبدلوا هاد المستوى ديالهم. وجاتني هاد الفرصه نيز باش نعبر ونوجه الرساله ديالي ونقول لهم بانه يزيدوا يطلعوا شويه للفوق، لان صراحة ما نكذبش عليك لأن حامضين بزاف، حامضين فوق القياس يا أخي. خويا داكشي كيبان حموضة ياك، حنا العادة ديال الدار وداكشي كندخلوا بحال هكا، تتحط المائدة ديال الطعام وداكشي الفطور وداكشي، ضروري تشعل التلفازة كتشوف شنو واقع، فهمتي؟ كتبغي بعد مرة تحيد داك الجو ديال رمضان، تضحك شوية وداكشي، ولكن مع كتدخل مع كتلقى شي حوايج اللي ماشي ما كيجيبوا لك والو، انت فهمت؟ بحال هكا تفرج في الخو الخاوي صافي، فهمتيني؟ ما كتفرجش زعما شي حاجه اللي غادي تفوج عليك والو، زعما احموضه وصافي. كاميرا خفي كيبان لينا هذاك الشيء عام مريقلين هو بيناتهم، فهمتيني؟ واش واحد كيطلع ليه كيخلعوا بحال هكا صافي كاميرا كاش، راه ماشي كنا يخرجوا غير الناس. علاش كتجيب انت فنان فهمتيني خاسر عليه فلوس كاع هذاك الشيء راه داير بيناتهم، علاش كتجيب فنان كتعطيه فلوس وكتضحكوا على المغاربه بحال هكا؟ ماشي ما بلان ما والو، غتخرج الزنقه ديرها البرانكات الناس اللي كاينين في الزنقه بلا ما تمشي تخرج نتايا وتجيب واحد فلوس وداك الشيء، خرج عند الناس تجيبهم بحال هكا ودير لهم برانكات احسن ليا ما تجيب لي فنان. فنان اش جيب لي فنان؟ راه ما عاطي والو انا بان لي، ما بان لك فنانه ما بقاوش زعما في هذا الوقيت، ما بقاش فنان. المليح ما نكذبش عليك ما ممكن تفرج في هذه السلسله، فهمتيني؟ ما نقدرش زعما ندير عليها نعطي عليها شي حاجه، وكون كنت نتفرج ديك الساعه نقدر نقول لك على شي حاجه. زنقه السعاده داك الشيء ما ماشي زعما والو، ما الهضره باش توصف داك الشيء راه ما عندكش باش توصفهم. كون كان شي حاجه مزيانه راه تقول لك هذوك السلسلات راه مزيانين سميتو، وكون كانوا هاك يديروا شي افلام مزيانين زعما ما يديروش لينا داك الضحك وداك الشيء، يدير لك شي فيلم تاريخي ولا يدير لك شي تاريخ ديال المغرب ولا شي حاجه احسن لينا من داك الضحك، فهمتيني؟ يدير لك شي برنامج زوين، انت حنا نجيبوا لك برامج كاع ديال الخليج، برامج المعروفين بحال قلبي طمئن وداك الشيء، بنادم فهمتي كيعاونوا الناس، فهمتيني؟ ماشي كيعاونوا الناس كيديروا الخير، فهمتيني؟ بحال هكا كون يديروا بحال هذوك البرامج راه مزيانين، فهمتيني؟ ماشي ما اصلا داك الشيء ما ينفع والو. كيف والو؟ ما كي يفيدونا بوالو وما كنستافدوا منهم والو، داك الشيء اخو خاوي. مور الفطور راه مزيان كيبدا مع العشره، داك الشيء باش كنتفرجوا. اما عندنا المغرب شويه تفاهيه ما فيها والو. كاميرا خفيه هذاك الشيء كيبغي يطلع عندنا زعما مخلصين حنا تتفرجي فيهم والو. سير المول المليح زوين، هذاك زوين مزيان، مرة كنتفرجوا فيه. خويا هادشي ديال التلفزيون قولك صراحة ما كنتفرجش فيهم، هاد سيدكم هاد المسلسلات ولاو دايرين شوهو الشعب المغربي كله، ولو موظفين ولو معروفين الإشارات ديالهم والمخرج ولا ديالهم وعيط اللي بغاو كيجيبوا اللي بغاو، مثلوا عروبي مثلوا جميع شوهو كاع الانتاجات المغربيه لا هو ولا المخرج ديالو، شوهو كل شيء. اش غنتفرج؟ اخويا كنجي في رمضان كندير طرب الاندلسي كنتفرج مع راساتي،
دابا المغاربه كلهم كيحاولوا التفصيل. شتي دابا المغاربه جيت تسولوا على شي مسلسل كيقول لك ما كتفرجش، كيشوفوا محمد السادس ديال القران ولا الحديث النبوي، واغلبيه اغلبيه اللي كنسولوا النسبه كيشدوا التبصير كيشوفوا القنوات ديال برا باش نشوف قصاري الحفاري. اش غادي نتفرج؟ واش سيدكم حشومه غايدير هذيك التلفازه؟ انا مو فطور، انا قلت لك انا اللي كنتفرج فتحوا الصيام كنتصنت اغاني دينيه ولا طرب الاندلسي تبعوا داك الشيء حنا القديم باش نتفرج السلسله في الاولى والثانيه مدورين بعضياتهم. اش غادي تفرج؟ وحشومه بخير فيهم واصل 30 عام ديال الخدمه وهو خدام فيها، نفس الوجوه ونفس الاشخاص، حتى شي حاجه ما كتبدل. مبارك المخرج، واش الناس نسيتوا؟ واش هما اللي كيعرفوا يمثلوا؟ شي يمثل الشيخات، شي يمثل كيبيع ويشري في الحلقه، شي يمثل ديال الملاكمه. خويا انا من المواطنين، انا حريه التعبير، هذوك الناس ديالنا ما بقاتش كنتفرج فيهم. سولني على حسين بنياز اش عنده، سولني على عبد الخالق فهيد، سولني على حسن الفد، سولني على القدام. شت القدام كاع ما بقاو كيعيطوا عليهم، كيعيطوا اللي كيبغيو هما يدوروا معاهم اللي بغاو، حتى هادو عندهم الكلام الصح ياك، وزيزو فازو واعرين عليكم. ناس كيعيشوا في المجتمع المغربي، اشنو كاين؟ هادوك هما الطبقة الكادحة اللي كيقلبوا عليها وكيبغيوها، كيقول لك ماتو الإنتاج كيفاش كنعيشوا، كيوريو على الناس الآخرين. ما دابا هادشي ديال القنوات المغربية راه كنقول لك اللي كيتفرج كيقول لك ما كتفرجش فيهم. دابا أغلبية سولوا على الكرة، سولوا على أنا كنشوف الأخبار، سياسة البلاد ضروري نشوفها، 45 دقيقة كنشوفها، السهرة المغربية كنشوفها، باش تقول لي إنتاجات ولا داكشي والو. سوقهم خاوي، السوق ديالهم خاوي، ما نتفرجش فيهم. علاش هاد الناس ما كتعيطوش عليهم؟ ياك ما كيجيكم غاليين، ها؟ البراني كتعطيوه الثمن والفلوس، ود البلاد ورك عليه برجليه، باش يحشومه عليكم. بقيتو تعيطوا الانتاجات وجيو تمنيو الشوها في المغرب قدام وليداتهم هما كيشوفوا، باش يحشومه عليكم. وسنين وحنا كنشوفوا الطبل، ناري ناري الا ما عطيتيهمش الفلوس، ناري ناري، يديروا لك الطبل وغياض. حريه وحنا انتاج وحنا السينما وحنا المزرعه، شوفوا الزباله اللي كيعطيكم اللي كيعطيهم فلوس، شوف الانتاج المغربي. صافي تورقتوا بنتوا على حقيقتكم، يلا بقى عمو الحوت اللي ما بانش في التلفازه هو مول طيب وهاري. السلام عليكم. ما نكذبش عليك اخويا، ماشي كنطيح من المعنويات ديال الفنانه والكوميديين والممثلين، لا بالعكس، ولكن اخويا راه ما جاوش وما عمرهم جاو، وكذوب على الله حرام، راه ما كيعجبناش هذاك الشيء اللي كيديروا، بحال هذاك الشيء ديال الدراري الصغار، بحال حنا كنعيشوا في شي خوتي. الله يجازيكم بخير، اللي بغا ديروا شي حاجه ديروها زوينه. الشعب راه عامر، الشعب راه عامر، غير بومباردي، عطيونا شي حاجه زوينه، ولا خليو شي وحدين اللي يعطيو شي حاجه زوينه. كامل كوميديين كاملين، راه ما كاينش شي كوميدي كيحمر له وجهه واحترامات الكوميديين كاملين في المغرب. واش كاين شي كوميدي؟ راه كوميدي اصاحبي راه غير فيزاج كضحك، هذا كوميدي في المغرب كيقول لك لا فيزاج لا صوره لا صوت، الله يسمح لي، وما كيجيش اصاحبي وكدعموهم وكذا. لا، خليو الناس اللي عندهم وصلوهم وريوهم وكذا، والبرامج اخويا ولا حتى الاشهارات بصحه. واش تعمرني شفت انا اشهار في المغرب كيجيبوا لك صاحبي سرق الزيت حاشاكم مع 12 شونس، سرق الزيت قلت 205 كيجيبوا لك مع 12 شونس فوق التبصيل. يلا خويا باي باي الحشرات فليتوكس، وكيضربوا سرق الزيت كيبقى يتركل. خوتي الله يرحم الوالدين، راه كتقفلوا لنا الشهيه. لا كاميرا خفيه بالصحه، كاميرا خفيه عندنا قديمه، وانا كاميرا خفيه ما نقولش لك انا عدو بلا ما قولتش انا كنخرج كاميرا خفيه، انا كنخرج كاميرا خفص ان شاء الله بشويه بشويه، وان شاء الله يتحيدوا بروبليمات وانا مع خوتي في الجديد. ما كنشوفوش شي حاجه كتبشر بالخير اصاحبي، كاميرا خفيه طافيه لا علاقه. افلام كي لا بدايه لنهايه. شكون؟ والله ما كتفرجش فيه، والله ما كنتفرج فيه. عندك حديد دان شويه ديال درج طارتي نوريك خطارتي جماع وجيب حولي ويقول ولدو بابا حولي ويقول مالو هاتسوقا وحولي حسن بتفصيل سوا كنقلدو ديال اضرب حرة غير واش كرا للرياض صفيولا تدخل راه في ربطة سلطون
خالد نيزار السلام عليكم معايا متابعي اخر حبيب الاسم شعيب 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 الفريض درهم صدره فريشه بلا شاديه 14 درهم العنب الابيض ولا الحل الابيض الموسكه راه السوق الموسكه راه السوق ورقه ديالك ما عنديش راه خذ هذاك البابا نزل وشكرا اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.